عن ابو ابراهيم الله يجزاه خير. اي نعم يا سلام صبرك بالجميع. تسلم يا بناي الله يعطيك العافيه. قول بسم الله ما شاء الله. اخوك لا تخسره لا وانه عنيد يخطي 100 مرة وتسمح له خطاه وان كان يشد الحبل حاول ما تزيد ارخيه قبل الشد يوصل منتهى ارخيه قبل الشد يوصل منتهى ولا تنصحه وقت الزعل ما يستفيد واعرض عليه النصح في ساعة رضاه وليا طلب رايك عطه راي سديد وان ما طلبك الراي لا تبحث خفاه وان ما طلبك الراي لا تبحث خفاه واعرف ترى قرب المنازل ما يفيد واحيان يبدي شيء ما ودك تراه لكن لا تقرب ولا تنزل بعيد خلك على قول المثل حذفت حصى خلك على قول المثل حذفت حصى واحفظ حبال الود حفظك للوريد اللي معلق فيه موتك والحياة ترى الأخو مهما حصل يبقى عضيد ترى عيال العم ما عنهم غنى ترى عيال العم ما عنهم غنى الناس دايم ما تهاب اللي وحيد اللي اليمنى وقف محدن معاه سلامة الشاعر الشاعر صح صوتك احسنت صراحه هذه من القصائد اللي صراحه ممكن يبقى عضيد يعني عشان بس نرد الحقوق الاهل الاخ يبقى عضيد صراحه يعني استغل هذه الفرصه يعني واقدم الشكر لاخوي ابو صالح من الصغر وهو صراحه يعني كان ينتبه لي ويراعيني و الاخ الكبير ابوه اي نعم والان هو الحين هو ابويا الحين تاج راسي الان يعني لما توفى الوالد ما ان الله ثم ابو صالح الله يطول في عمره ويخليه لنا لكن قصصه كثيره معي ما تكفي حلقات حتى اذكرها في سنده لي وعضده لي